يجب أن أنصرف الآن يا بريندا. الوقت لا يزال مبكرا يا غادة، لماذا تريدين الانصراف؟ يجب أن أتصل بوالدتي في مصر، ستكون في انتظار مكالمتي بعد نصف ساعة من الآن، وستشعر بالقلق إذا لم أتصل بها. هل يشعر والديك دائما بالقلق عليك؟ نعم، وهم دائما يحبون الاطمئنان علي وعلى أخي عندما نكون خارج البيت. هل تستطيعين الخروج إلى ساعة متأخرة أحيانا؟ لا، ولكن إذا اضطررت لذلك يأتي أبي لتوصيلي. وهل تذهبين عادة في رحلات خارج المدينة؟ نعم، ولكن في مجموعة، وبعد أن يعرف والدي كافة تفاصيل الرحلة. سأوصلك ونستكمل حديثنا في السيارة. شكرا يا بريندا، هيا بنا.